اول يعني دي سيرف للبنك اول مره يبقى في ايفنت بتبقى برايمري يبقى الموديل كومبليت يعني الطالب هيبقى فاهم يوبس والفرنشايز والمالي لايف وقلت يوبس عندنا بتحصل في اكثر مكان في مصدر منطقه اسمها جروب فوكس دي عباره عن اللي هو البار يعني الابر جروب او الابر بار بتاع الميدل جروب خاصه تحت البلوره وبعد كده يبقى معاها الفرنشايز وبعد كده معاها الفرنشايز وقلت الليمف نود دي ابواب يوبسك بكتير فتبقى اكبر عندنا من البرايمري فوكس او من جروب فوكس. نبدا نكمل كلامنا وهنتكلم على السكندري سي دي اللي بيحصل في اللارج. اي حد ورد يتكلم بس كلمة سكندري فالمومنت دي بي يعني البيشنت اللي كانت عرض للبكتيريا دي بيتعرض لها مره ثانيه او مره ثالثه يعني البودي بتاعه عارف شكل البكتيريا دي عامل ازاي. طب في حاله البرايمري سي بي كانت اكثر من الصواب الرايت ولا الليفت؟ الرايت ليه الرايت؟ عشان حاجتين فور ان لاين استراتيجية والرايت من برونكاس وايد واسعه ممكن يعدي منها البكتيريا بسهوله. نفس السبب ده موجود لكن في حاله السكندري سي بي في اسباب زياده كمان. ان احنا عندنا في حاله السكندري بالمولاري تي بي البكتيريا دي البودي عارفها فبيبقى اسهل للبكتيريا ان هي تستقر في المكان اللي مفيش فيه ضغط كتير يعني بتحاول تهرب من الاميون سيل. طب هي الاميون سيل اكتر فين؟ اكتر في الليفت علشان كده البكتيريا بتروح للرايت. طب السؤال هي ليه الاميون سيل قليله في الرايت؟ علشان خاطر الرايت بالمولاري ارتري مرض فالرايت بالمودري ارتي هتلاقيها شغال بما ان هو نارو يعني كميه الضغط جوه الرايت لان اقل من الليفت لان يعني معنى كده الاميون سيل في الرايت اقل من الليفت. حاجه ثانيه كمان هو جوه نفس اللان هيبقى الضغط والاميون سيل اكثر قوه ولا تحت؟ تحت بتعمل مين؟ الجراس يبقى البكتيريا فين؟ فوق اجري. هو في كل كتب العالم حتى كتاب روبن اللي هو اكبر مرجع باثولوجي في العالم يقول لك فكره ان البكتيريا ايبيكال او سب ايبيكال يعني في المنطقه اللي فوق دي اوسكيور غامضه مش عارفين ليه لكن في السبب المنصوره عارفين ليه يعني لك اول حاجه اصل الضغط تحت كتير مليان اميون سيل. طب فوق بقى الاير الهواء بيطلع لفوق فعل الجرافيتي ويبقى معاه اكسجين كتير يبقى المنطقه دي موجود فيها اير كتير اكسجين كتير واميون سيل اقل عشان خاطر الضغط اقل من الجرافيتي. حاجه ثانيه كمان يقول لك اصل الليمفويد تيشو موجود فوق كتير. طب ايه العلاقه ان الليمفويد تيشو مش علاقه؟ بس اكيد باذن الله في يوم من الايام ممكن نكتشف ان ده ليه علاقه ده بجد والله. طب الليمفوسايت هنا وهنا وهنا والليفت ران والليمفوسايت اللي هي عامله النيمو ريسيرف في البلاد اصلا يعني ما هياش في تيشو معين. يبقى احنا عندنا دلوقتي يا شباب زياده الليمفويد تيشو في الابر بار لسه مالهاش ميكانيزم قوي مالهاش علاقه قوي لكن الكلام اللي احنا هنقوله واحنا عارفين ان هو غلط بس احنا بنقلب ان البكتيريا موجوده فوق كتير علشان خاطر البلاد اقل شويه لانه تحت بالجراس دي وعشان خاطر الاكسجين موجود فوق في كميات كتير. المهم ان احنا عندنا المشكله في حاله السكندري تي في بتبقى مور كومون في الايديكال بار ودايما لما اقول مور كومون مش يعني هنا بس يعني الرايت لانج دي هي اشهر مكان في الايبيكال لكن يجي تبص اللانج يجي في اللانج من تحت يجي في الليفت لانج ده كله ممكن يحصل لكن احنا عندنا ده الموست كومون سايت. وكلمه ايبيكال دي هي اللي دايما بيتسال عليها في الام سي يو. اهم موضوع في الشابتر هو السكندري بالمولاري تي دي. جه قبل كده تيبس في الامتحان ثلاث مرات في ثلاث امتحانات كيف ده يعني جاي بخمس درجات وكل اسئله الام سي يو اللي بتيجي بتبقى معظمها موجوده عندنا في الجزء بتاع السكندري بالمولاري تي دي. طب تعالوا نشوف البكتيريا عندنا يا شباب اللي بقت موجوده دي المفروض هيبدا يحصل رياكشن في حاله السكندري تي دي. الرياكشن هو عباره عن تيوبيركل من غير الفنجايتس ومن غير لينفا ديلايت يعني معنى كده اللانج قدامي هيبدا يتكون فيها تكون كده مجموعه من التيوبيركل. التيوبيركل دي عندنا يا شباب زيها زي اي سكندري تيوبيركل الكالديشن اكسس والكوفايل والفايبروز قليل يعني ممكن الكالديشن يتحرك فتلاقي المنطقه دي التيوبيركل دول بقوا كانهم جزء واحد لان الكالديشن بيتحرك بسهوله. المنطقه اللي فوق دي بنسميها اسمن سيمون فوق هو اسمن وسيمون كارتين ولا بقى شغالين عليها اسمن اعلى ان هي بتاعته هو اللي اكتشفها اسمن فوكس وسيمون اعلى ان هي بتاعته هو اللي اكتشفها عندنا هنا في المنصوره يا رب نوفق رصيد في الحلال اسمن سيمون الاثنين مع بعض مش هنزعل حد فاسمن سيمون فوكس هي الليجن اللي بتحصل حاله
سكندري ديزيز في اللان. الليجن دي هي جايه ايبيكال او سب ايبيكال واكثر في الرايت لان. هي عباره عن ايه؟ منطقه سنتي او 2 سنتي مليانه تيوبيركل. شكل التيوبيركلز دول عامل ازاي؟ هم تيوبيركل زي بتوع سكندري ديزيز عادي خالص، يعني كاديشن كتير وفايبروز قليل، يعني الكاديشن ممكن يتحرك يتنقل فيبقى كلهم فيوجن كانهم بقوا كتله واحده، مفيش معاهم انفانجايزز ومفيش معاهم نيرفانز. واضح شباب؟ طب نرجع للسيت الثاني اللي احنا قلناه قبل كده، هو الفيت بتاع بيشنت عنده سكندري تي بي زي الفيت بتاع البرايمري تي بي. ممكن يبقى في جود فيت وباد فيت. جود فيت يعني ايه؟ لو سموث تي ويبس ايه اللي يحصل؟ فايبروزز. طب لو كبيره شويه انكابسوليشن، هنحاول نحافظ عليها فايبروزيشن. طب الكابسوليشن يا المط ما فيهاش تاكله، يبقى الكابيتي فورميشن يا ما يتاكلش ويفضل عندنا. المط دي كانسر ديستروفيك كالسيفيكيشن. طب وضع البكتيريا بيكون عامل ايه؟ ممكن البكتيريا تموت يحصل لها كده او تفضل دورمنت يعني خانسر. كلمه دورمنت على فكره هي ليتا، يعني لو قلت كلمه ليتا هي دورمنت يعني شامل يعني مش شغال. او عندنا باد فيت يعني يبدا يحصل سبريد في السكندري تي بي. عندنا يا شباب لما نيجي نشوف الباد فيت هو ده الجزء المهم، ده الجزء اللي فيه كلام كتير، البروجريشن التدهور بتاع الحاجه. مبدئيا البيشنت ده موجود عنده الكازيشن في الابر بارت ايديكال او سب ايديكال. دي عندي تراكية دي البرونكات. البيشنت عندنا يا شباب لما نيجي نشوف الكومبليكيشن الكازيشن ده بقول ده اكسس وليكوفاي يعني تاني طول ما البكتيريا موجوده عمال يحصل رياكشن والتشو بتاعي يتدمر ويحصل كازيشن كمان والتشو يتدمر ويحصل كازيشن كمان. فممكن اول حاجه تحصل ان الكازيشن يوصل للبرونكاي او برونكيوم قريبه منه ويدمر الوول بتاعها. طب وايه المشكله يعني لو وصل لبرونكاي او برونكيول؟ الكاديشن ده ليكويد يعني ممكن يدخل جوه البرونكاي او البرونكيول. طب لما الكاديشن يدخل هنا معنى كده ان البيشنت ده هيبقى عنده حاجه جوه البرونكاي فورين بودي هيبدا يكح يحصل كافنج. فهو بيكح عندنا يا شباب ايه اللي هيطلع مع الكاف دي؟ الكاديشن. يبقى معنى كده طلع عليه بلغم بيوتم. يبقى هنا اللي حصل اكسبكتويشن. ممكن البيشنت ده عندنا يا شباب الكافيتي هيتكون الحته دي هتتفضى من الكالديشن اللي فيها والكالديشن هيبقى اكسبكتوريتد يطلع مع الكف على هيئه سبيوتر. يبقى معنى كده فضينا المنطقه اللي كان فيها كالديشن من الكالديشن اللي فيها وبقت عامله كافيتي. ده اول نوع بسميه كافيتري تي بي. يبقى كافيتري يعني الكالديشن ده فضى مكانه ودخل في البرونكاي وطلع مع الكف اكسبكتوريشن بقى فيه كافيتي مكانه فاضي. ممكن الكاف ده يحصل له هيلينج او الحاله تفضل تتدهور يعني يتكون كارديشن جديد والكارديشن الجديد عندنا يا شباب يفضل ادي الكاف ده يتدمر كمان تشو كمان يتدمر والكارديشن يفضل يدخل في البرونكات ويحصل اكسبكتوريشن. بس مش دايما الكارديشن بيطلع لفوق. طب ما ممكن الكارديشن ينزل لتحت جوه البرونكاي بالجرافيك. يعني معنى كده الكارديشن ممكن يتوزع على البرونكاي والبرونكيول لأماكن ثانية جوه اللنج. وده النوع الثاني عندنا اللي احنا بنسميه كرونيك فايبروكيزيا كابيتالي تي بي. يبقى هو كان كابيتالي يعني كانت بس تتكون والكارديشن اتطار اكسبكتويشن. ممكن يحصل له فايبروز ويتقفل لكن اللي كومن اللي يفضل يحصل البكتيريا موجوده رياكشن كمان تيوبيركلز كمان يعني كارديشن. يبدا الكارديشن ده ينزل عندنا يا شباب يبقى كرونيك فايبروكيزيا كابيتالي تي بي. طب وايه المشكله لما الكارديشن يبدا ينزل لتحت؟ الكارديشن لما يبدا ينزل لتحت عندنا تحس الحنيه زياده شويه في السبب الباثولوجي. يقول لك الكافيتي اللي فوق ده هو الاساس هنسميه ماذر كافيتي. طب والكارديشن لما يبدا ينزل لتحت اتجاه الضم ايه؟ يبقى الصغيرين دول دي ماذر يبقى دول ايه؟ دوتر. هو ده مكتوب بس الصفحه اللي بعدها بنسميهم دوتر كابيتال او اثينار فيجن. يبقى معنى كده عندنا يا شباب بدا الكارديشن ينزل لتحت جوه البرونكاي جوه اليومن في اتجاه اللانج فيز. فبالتالي هينزل الكارديشن لتحت. يبقى عندي كارديشن عمال يتكون فوق في المذر كافيتي وينزل لتحت. يعني كل شويه المذر كافيتي ده تشو يموت ويتحول لكارديشن وينزل تشو يموت ويتحول لكارديشن وينزل. فيبقى قدامي المذر كافيتي
الوول بتاعه عندنا يا شباب لانه بيتدمر باستمرار يبقى الريجولر او راجل او شريدي كلها نفس المعنى. معناه ان هو متهتك متدمر، الوول عندنا بتاع المبرة الكبد ده عمال يتدمر والكبد عمال يوسع باستمرار لان في تشو بيك في اللنج بيحصل له نيكروزس. طب بالنسبه للجزء اللي تحت ده عندنا عمال ينتظر كاديشن، والكاديشن ده عندنا يا شباب بيبقى اسمه الدوتال كابيتال او الاسيلار ليشن. طب ده في احتمال ان لما يكون الكابيتال عمال يكبر التشو بتاع اللنج عمال يتدمر، هي مش اللنج فيها بلاد فيسلز؟ طب ما ممكن المنطقه دي او اكيد المنطقه دي فيها بلاد فيسلز. طب لو بلاد فيسلز اتدمر عندنا يا شباب معنى كده هيحصل هيموليج يعني بليدنج، يعني ممكن البيشن ده وهو بيروح الكارديشن يطلع معاه ايه؟ بلاد. طب كابنج اوف بلاد اسمها ايه؟ هيموسيس. يبقى معنى كده لو المنطقه دي فيها بلاد فيسل اتدمر البلاد هيبدا يطلع بره، والبلاد ده عندنا يا شباب لما البيشن يبدا يعمل كابنج اوف بلاد يكح البلاد عندنا ده بسميه هيموسيس. طب حتى لو القصر اللي اتدمر ده حاول الجودي يعمل له ريبير، ادي شويه فايبروزز مكان الورم اللي اتدمر. طب الفايبروزس عندنا اصبح الوول بتاع الارتري او الارتريون كله فيه ماسل ما عدا الحته دي ما فيهاش، فممكن البودي يضغط عليها، البلد اللي جوه هنا يضغط عليها تبدا تطلع لبره. لو حته دايليتد كده في ارتري ده اسمها ايه؟ انيوريزم. واضح لغايه دلوقتي يا شباب؟ انيوريزم يعني انا عندي المنطقه اللي اتدمرت في الوول بتاع البلاد فيسل في الباي فايبروزس، فاصبحت كل الوول بتاع البلاد فيسل في ماسل ما عدا المنطقه دي هي اللي فيها فايبروز بس، فالبلاد بيضغط عليها فتبقى دايليت طالعه لبره كده، ده اللي احنا بنسميه انيوريز. واضح يا شباب؟ مفهوم الكلام ده؟ لما نيجي نشوف عندنا الحاجه الثالثه وجاي نرجع للصفحه اللي قبلها، يبقى احنا قلنا دلوقتي ممكن يحصل ان البيشنت ده رقم واحد كل الازمه اللي عنده كاريتي بس يتكون كابيتال تي بي، او الموضوع يزيد والكارديشن ينزل بتاع كرونيك فايبروكيزيا فالمونري تي بي، او احتمال السبريد بتاع الكارديشن ما ياخدش اجزاء صغيره ياخد كل اللاين، حاجه بنسميها اكيوت تي بي برونكونومونيا، وده النوع الثالث وده فيتال يؤدي للوفاه. يبقى لو الازمه في الكاريتي بس كابيتال تي بي، لو الكاريتي وشويه كارديشن نزلوا اجزاء صغيره في اللاين من تحت كرونيك فايبروكيزيا كابيتال تي بي. طب لو الكازيشن اتوزع على كل اللنج وحصل انفلاميشن في كل اللنج حاجه اسمها اكيوت تي بي برونكونومونيا، انتهاك ده قوي شديد وده فيتال البيشنت منه. واضح يا شباب؟ بنين السبيش دي حاجه سيئه جدا بيعمل انفستاينال تي بي، تمام؟ ده اتكلم عليها مرتين النهارده باذن الله. يبقى احنا عندنا دلوقتي يا شباب شفنا الدستراكشر اللي حصل نتيجه الكارديشن، نرجع بقى تاني نمشي في الترتيب الطبيعي كده بتاع الشر. هو لو البودي انا عليك البيشنت ده وبدا الاميون سيستم يتحسن وحاول البودي يعمل ريبير، معنى كده ان دي اللنج فيها الكافيتي فوق فيها بعض الكارديشن اللي موجود تحت، البودي لما يجي يعمل ريبير عندنا يا شباب يبقى اللطف فاش هتنظف عندنا الكارديشن، يبقى بقى في كابيتي كبير فوق وتحت دوتر كابيتي صغيرين، وبعد كده هي الباي فايبروز. يبقى معنى كده تبدا المناطق دي على قد ما البودي يقدر يجيب فيها فايبروز. طب هو الفايبروز بيخلي اي اورجن حجمه ايه يحصل له؟ يكرش او يصغر شرينكج. يبقى معنى كده اللنج هيحصل فيها شرينكج. طب هو اللنج لما بتصغر عندنا يا شباب ايه اللي بيحصل للبريشر جواها؟ بيزيد بالمونري هايبر تنشن. الفايبروزس ده هيخلي اللنج الكرش تضغط على الفيسلز اللي فيها يحصل بالمونري هايبر تنشن، يعني لما يجي عندنا الهارت يبعت الضغط للنج يلاقي البريشر عالي جواها، يبقى الرايت فنتركل الطريق قدامه في بريشر عالي، فبيتصرف ازاي الرايت فنتركل؟ يحصل رايت فنتركلر هايبرتروفي، يبدا يتضخم شويه يكبر عشان يقدر يحرك البلد عندنا رغم ان فيه بالمونري هايبر تنشن. بس المشكلة انه يكبر شوية المشكلة ما تتحلش، يكبر كمان شوية المشكلة ما تتحلش، يفضل يكبر لغاية ما يوصل في الآخر لمرحلة إيه؟ رايت سايدد هارت فيلير. الكلام ده تبع حاجة اسمها ستارتنج رول. كلمة ستارتنج لو ده كنا بنتكلم عليه السنين اللي فاتت، المعنى ان البريشر يبقى زياده قدام المصل فبتحاول تتصرف، فكان اول كلمه ويذ
ليميت، في حدود. كل ما المرتب بيحصل فيها هايبر تروفي الكونتراكشن بتاعها هيزيد. طب لو هايبر تروفي زياده عن اللزوم، كبرت قوي، تبطل تعمل كونتراكشن خالص، تبوظ ويحصل رايت سايدد هارت فيلر. طب احنا قبل كده قلنا لما يحصل مشاكل في الرايت سايد بسبب ان اللنج هي اللي بايظه، ده احنا بنسميه ايه؟ فور بالمونات. اتكلمنا عليه في موضوع البالمونري امبوليزم. يبقى كلمة كور بالمونات معناها رايت سايدد هارت فيلير نتيجة بالمونري بروبلم، دي مشكلة في اللنج اللي هي هنا بالمونري هايبرتنشن. واضح يا شباب؟ طب تعالوا بقى نطبق الكلام اللي قلناه على اي سكندري في بي على الكومبليكيشنز هنا. احنا قلنا السكندري في بي عندنا يا شباب المفروض بيحصل لها مثل سبريد. السبريد كان بكام طريقة؟ أربع طرق، أي سبريد بأربع طرق. ليمفاتيك وبلاد ودول رير مع السكندري. لوكال ونيتشرال باسج ودول كومن جدا مع السكندري. طب بالنسبة للليمفاتيك الكتاب مالوش أصلا. طب بالنسبة للبلاد سبريد لو أنتوا فاكرين الحصة اللي فاتت البلاد سبريد كان ثلاث حاجات. لو سمول دوز كمية قليلة نو افكت. طب لو مودريت ايسوليتد اورجان انفكشن. طب الأكثر حاجة هي ميديالي تيوبركيولوز. يبقى البلمونري تي بي لو حصل لها سبريد انا خايف من الميديال تي بي اللي يتنقل لكل البودي، لكن ده هنا رير، ده ما بيحصلش كتير، ادي حاجه. الحاجه الثانيه عندنا يا شباب وهي لوكال ونيتشرال باسج سبريد. لوكال سبريد يعني يحصل تشو ديستراكشن زياده، عماله المنطقه اللي كانت فيها كونديشن تدمر اللي جنبها، تدمر اللي جنبها. طب ما احنا قلنا اثناء ما كانت بتدمر اللي جنبها ممكن تدمر بلاد فيسل ويحصل كلوت يعني واحده، او ممكن عندنا تدمر البلوره، يعني ممكن الكونديشن يزيد لغايه ما البلوره تتدمر. طب وايه المشكله لما يحصل ديستراكشن في البلوره؟ المشكله ان كده هيحصل تي بي بلورز انفلاميشن في البلوره نتيجه التي بي، ومعنى كده ان انا دمرت البلوره، يعني بقى الاير والكونديشن ممكن الهواء اللي داخل يعدي من البرونكاي للكافيتي يروح للبلوره، اير في البلوره، او الكونديشن اللي موجود هنا ممكن يعدي من الكافيتي يدخل للبلوره. طب اير في البلوره بيبقى اسمه ايه يا شباب؟ لا نيموثوركس. هي بتاع ايام زمان بتاع الفيروس. يبقى اير في البلوره يبقى اسمه نيموثوركس. طب لو الكونديشن دخل للبلوره هو الكتاب ما كانش قايل الكلمه بتاعت تي بي بس، لكن فضل يستخدمها طول الشفره. لو الكونديشن في البلوره هنسميها بايو ثوركس. طب ده كلمة بايو يعني بس، ما احنا بنتكلم على سكندري تي بي، يعني الكونديشن اسمه تي بي بس، البس بتاع التي بي. طب لو الاثنين مع بعض يبقى بايو نيموثوركس. يبقى لو ايه دخل البلوره اسمها نيموثوركس، لو بس اللي هو الكونديشن يعني في البلوره بايو ثوركس، لو الاثنين مع بعض يبقى بايو نيموثوركس. واضح يا شباب؟ طب ده لوكال سبريد يعني بيروح لمكان جنبه. طب في نيتشرال باسج سبريد، ما احنا قلنا نيتشرال باسج يعني الكونديشن يمشي مع البرونكاي ينزل تحت او يدخل في الترافيه ويطلع فوق. طب تخيل معايا كده الكونديشن شايل البكتيريا وطلع في الترافيه، يقابله الترافيه يعمل فيها انفلاميشن تي بي ترافيايز، يروح عند اللارنج يعمل فيها انفلاميشن تي بي لارنجايز، او يروح للفارنج يعمل فيها انفلاميشن تي بي فارنجايز، او حتى يوصل للطن يعمل فيها انفلاميشن تي بي جلوسايد، يعني انفلاميشن في الطن. لكن الخطوره مش في كل ده برضه، الخطوره عندنا يا شباب ان الكونديشن اللي هو طالع ده اللي هو طالع عايز بيوتر بلغم بدل ما يتفه يبلعه تاني. السوالوز انفكتد سبيوتر. طب وايه المشكله لو بلعه تاني؟ يبقى معنى كده الكونديشن والبكتيريا بدل ما كانوا طالعين بره البودي لما يتبلعوا عندنا يوصلوا لمين؟ للجي اي تي فيعملوا انتستاينال تي بي. واضح يا شباب؟ مفهوم لغايه دلوقتي؟ طب احنا قلنا في ثلاث حاجات كمان بيحصلوا مع اي سكندري تي بي. رقم واحد سكندري اميلودوزس، رقم اثنين ستريس السر، بيبتيك السر، قرحه المعده بتحصل في 20% من الحالات اللي عندهم بالمونري تي بي نتيجه الستريس، الضغط العصبي، واخر حاجه فايبروزس اللي احنا قلنا من شويه الفايبروزس ده بيعمل بالمونري هايبر تنشن ويسبب فخور بالمونال او رايت سايدز هارت فيلر. واضح يا شباب؟ الموضوع ده مهم جدا، الموضوع ده هو اكثر موضوع بيتسال عليه في الامتحان واكثر موضوع بيجي فيه ام سي كيو. بالمناسبه كده لما نروح لموضوع تاني، هو حل البيشنت اللي حصل عنده فور بالمونات
يعني اللنج حصل فيها فايبروزز والهارت حصل فيه رايت سايد هارت فيلير، ده هيفضل فيها طول عمره مش عارف يتنفس ويشيل لنج اعراض الرايت سايد هارت فيلير اللي هي ساينوزس اللي هي كونجكتد ليك بين اللي هي اديما في الليفر تعمل نقص في الليفر بعد شويه كاردياك كلوزز اللي هو ذنب اديما يجيلك كل البودي يحصل عنده. طب المشاكل دي حلها ايه؟ علاجه ايه؟ يموت. يموت ده اول حاجه وده اسهل على فكره. مش لنج بس ما الهارت كمان باظ. هارت لنج ترانسبلانتيشن يعني حضرتك كده تشيل الهارت بتاعه وتشيل الاثنين لنج ترميهم وتجيب مكان ثاني. دي حاجه كويسه يعني مش حاجه اي كلام تبوظ بسرعه ويحتاج يغيرهم ثاني يعني. وعلى فكره ده الكلام ده بيحصل يعني الكلام ده بيحصل. انا اعتقد اشهر مثال في مصر احمد رجب لو انتوا عارفين احمد رجب حتى هو كان بيتكلم قبل كده ان هو عمل هارت ترانسبلانتيشن بس صمم يعرف مين اللي هو في الهارت بتاعه. طلع واحد مجرم. طلع واحد مجرم كانوا هما بيعملوا كده انتوا عارفين في امريكا وكان زمان في الصين لما بيكون واحد هيموت محكوم عليه الاعدام يعملوا ايه؟ مش يعدموه بقى زينا كده يجيبوا عشماوي وحبل وما اعرفش ايه وكلام الكلام ده، لا ده كانوا بيعدموه يعني يطلعوا طريقه العمليات ويبدا يفتح ويطلع الليفر، مين اللي عايز ليفر يا جماعه؟ اتفضل، مين اللي عايز كدني؟ ادي الكدني بتاعته، بيبقوا عندنا مجهزين وعاملين خطينه وتوافق ان هم لما يعدموه هيوزعوا جوه الجهاز بتاعته، بس الكلام طبعا في الصين دلوقتي ما عادش بيحصل، رغم ان هم مليار و400 مليون تقريبا يعني مش مشكله يعني لما 100 مليون ياخدوا منهم الحاجات دي، لكن هو دلوقتي اللي هيعمل اورجان ترانسبلانتيشن في سبين يبقى رايح مثلا وعايز يجيب بتاعته في الشنطه وبس يجيب لي عايز اركبه ماشي ممكن يعملوا حاجه زي دي، لكن هو يروح يجيب كده من هناك الكلام ده دلوقتي بقى ممنوع في الصين. فالعلاج بتاع الكوربا المراد هو هارت لانج ترانسبلانتيشن، شيل الهارت والاثنين لانج ونجيب مكانه. طبعا يعني بعد كده يا شباب هنتكلم على موضوع تاني حاجه اسمها ميلياري تي بي. عندنا مين احمد بس؟ واحد قريب. الجعلي وحلوات دريم وشاشات دريم ودريم لاند ودريم بارك و ايه ده؟ ده ملياردير يعني اكيد ايه ملياردير في مصر مين اعرفه يعني. كلمه مليار تي بي عندنا يا شباب اتكلمنا عليها الحصه اللي فاتت. كلمه مليار تي بي معناها جنرالايز تي بي. اول مره لقيت تي بي مشاهدين اكتر من المين. مش حاجه حلوه بس ولا ليه؟ مش حاجه حلوه. عندنا يا شباب لما نيجي نتكلم عن مليار تي بي كلمه مليار تي بي يعني جنرالايز تي بي يعني تي بي في كل الجودي وده اتكلمنا عليه الحصه اللي فاتت. كان بيحصل لما البيشن يكون عنده بالمونري تي بي والبكتيريا تدخل في البالمونري فين من البالمونري فين من ليفت اتريوم من ليفت فيرتيكلز للاورطه لكل البودي يتوزع البكتيريا دي على كل الاورجان وكل ما يكون الاميون سيستم اضعف تبقى المقاومه للبكتيريا ضعيفه جدا فبسهوله قوي البكتيريا توصل لكل الاورجان. يعني في نفس الوقت البكتيريا دي راحت للليفر، راحت للكدني، راحت للانتستين، راحت للبرين، راحت للجون، كل الاورجنز بتاعتي في نفس الوقت بتتعرض عندي لكميات كبيره من التي دي ذات اللاين. طب ناخد اي اورجن كده، اورجن مثلا زي الكدني. لو حصل في الكدني مليار تي بي وصل بكتيريا كتير جدا للكدني، معنى كده خد بالك هي كانت في اللاين ووصلت للكدني. يبقى معنى كده البودي كان شايف هارت ما كانش في اللنج يبقى معنى ان هي راحت لاي اورجان ثاني يبقى هنا سكندري تي بي لان البودي كان شايفها في الاول وقت ما كانش في اللنج. طب سكندري تي بي يعني ليه هتكون عامله ازاي؟ تيوبيركل من غير لنفانجايتس ومن غير لنفانجايتس والتيوبيركلز عندنا يا شباب اتفقنا في السكندري تي بي الكالسيشن بيكون كتير والفايبروزس بيكون قليل. يبقى معنى كده هلاقي الكدني بقت مليانه تيوبيركلز فيها تيوبيركلز كتير وصلنا بكتيريا كتير في نفس الوقت زي الليفر في نفس الوقت زي البول زي البرين زي الانتستين كل البودي التيوبيركلز دي احنا في سكندري تي بي يعني تيوبيركلز كتير فايبروزس قليل من غير لمفانجايتس ومن غير لمفانجايتس. لما نيجي نشوف عندنا المايكروسكوبيك اكزامينيشن بتاعها هلاقي المايكروسكوبيك اكزامينيشن بتاعها هي تيوبيركلز ولكنها فولي فورم معمول اي كلام اي كلام ازاي يعني؟ قلنا الفايبروز مش كامل الفايبرس كبسول يوب او انكمبليت فايبرس كبسول الكبسول ده مش كامل عندنا كميه الفايبروز قليله
الحاجه الثانيه عندنا يا شباب هو البيشنت اللي في نفس الوقت عنده تشوف لارج بيتدمر وتشوف كيدني بيتدمر وتشوف برين وتشوف ايه اللي هيحصل له؟ هيموت اكيد ده رابط لفيتال ديزيز فعندنا ده ثلاث او اربع ايام وبيموت يعني بسرعه جدا البيشنت ده بيحصل له ديث قبل ما تلحق الماكروفاج انها تتجمع مع بعض وتعمل لانج هاند وجاينت سيل عشان الماكروفاج تكون لانج هاند وجاينت سيل تاخد لها اسبوع 10 ايام طب بالنسبه للبيشنت ده هيموت قبل ما تتحول الماكروفاج الى لانج هاند وجاينت سيل واضح شباب فكره ان في كازيشن موجود فالكازيشن ده ممكن يطلع منه انزيمز وتوكسين تضر المنطقه اللي حواليه تعمل فيها انفلاميشن طب المناطق اللي فيها فايبروزس الفايبروزس ده بيعمل حمايه شويه الانزيمز ما بتعديش منه يبقى هيكون في مناطق فيها انفلاميشن ومناطق ثانيه بين التيوبيرتي ما فيهاش المنطقه اللي ما فيهاش ايه اللي حماها من الانزيم هم شويه الفايبروزس اللي موجودين في التيوبيرتي واضح شباب؟ مفهوم الكلام ده؟ طب ليه بقول حته الانفلاميشن دي؟ عشان في حاجه ثانيه اتكلمنا عليها قبل كده هي عباره عن البايميك اسيد. بيشنت عنده بايميا. سيستميك بايميا، كميه كبيره من البث وصلت عندنا للليف سايد بتاع الهارت. طب ما البث عندنا هيدخل الاورجن، بيروح لكل الاورجن. ولو حد فاكر عشان مره بعيد يعني، المقدمه بتاعت الشابتر ده كنت بقول ان البث ممكن يحصل كابيلاري انفكشن او ارتيريولر انفكشن. لو الباس ده بقى موجود في الارتيريول يعمل سيبتيك انفكشن. طب لو الباس جوه الكابيلاري يدمر الوول بتاعها ويطلع بره في التشو ويعمل بايميك اسيد. طب البايميك اسيد دول عندنا يا شباب لما نيجي نشوف الشكل بتاعهم هم كانوا الوصف كان كده من 1 ل 3 ملم انشايد. طب ده اديت يوبيتكم. كان الحاجة الثانية عندنا يا شباب إن هم مور أور ليس راوندد يعني تقريبا دوائر طب ما ده شبه التيوبيتكل الحاجة الثالثة عندنا هي التيوبيتكل فيها كازيشن لونه إيه؟ يلو أصفر طب الأبس فيه فاس لونه إيه؟ أصفر برضه ده حتى الكازيشن في السخان اللي تي في شبه الباس جدا بسميه بي بي باس طب ما نفرق بينهم إزاي؟ الأبسس مفيش أي فايبروزس يعني الانزيمز اللي بتطلع عندنا من الباس اللي موجود ده بتضر كل المنطقه اللي حواليه. يبقى معنى كده الابسس هيبقى مفيش حواليه منطقه سليمه. في زون اوف انفلاميشن او هايبرينيا. لكن لان كان في جزء من الفايبروزز موجود في التيوبيركلز الفايبروزز ده كان بيحافظ على بعض المناطق السليمه من غير ما الانزيم توصل لها. يبقى بالنيجيف اي بعيني كده من بره انا شايف اي ابسس حواليه منطقه ريدنس او هايبرينيا منطقه انفلاميشن كامله لكن في حاله التيوبيركلز الفايبروزس بيحمي بعض المناطق يخليها نورمال مفيش فيها انفلاميشن. طبعا في الحالتين انا المفروض اتابع تحت الميكروسكوب يعني الميكروسكوبك اكزامينيشن دي تيوبيركلز معمول اي كلام فور لي فور تيوبيركلز قلت اي كلام يعني ايه؟ يعني الفايبروزس مش مكمل كبسول ويعني اللاند هاند جامب سيل لسه ما اتكونتش. طب بعد كده ده الميكروسكوبك اكزامينيشن بتاع الاسف زي الانفلاميشن عادي خالص منطقه بس وحواليها بايوجينيك ممبرين اللي هي زون اوف هايبرينيا هي الكونجكتيف بلاد فيسلز هي اللي مديه الريفلكس. طبعا الاثنين بالنسبه لي مش فارقين يعني في الاخر ده هيموت في اربع ايام وده هيموت في اربع ايام الاثنين عندنا رابط واضح يا شباب؟ مفهوم الكلام ده؟ ده اصل هو مش بيتلازم يقول ده بيتلازم بيتلازم ده في نفس الوقت دخل في الضغط وتوزع على كل الاورجن فاللحظه اللي فيها الكيدني بتتدمر هي نفس اللحظه اللي فيها البرين هي نفس اللحظه اللي فيها السيستم هي نفس اللحظه يعني كله بيتدمر في نفس الوقت عشان كده بيموت في اربع ايام من مرض الاورجن فيها ده مش شرط دي البايوميك اكسس دي يعني دي بايميا في باس دخل السيركيوليشن مش فاكر قلنا المستوى الوريدي بتاعها سيبتك ترومبا بيطلع منها باس كتير دي سيبتك امبولا لا هو مش احسن في شيء دي اصلا في المريعه مش عارف المقصفات قليله يعني المقصفات مش عارفه تجوز الاسكيل في مطبخ فاش مش عارف موت البنزين يقول المطبخ فاش هو اللي يموت ويطلع منه الانزايم يبقى اللي احسن ان الوجود سيستم قوي تيجي المطبخ فاش كتير وتعرف موت بس الاول بس الكلاسيكيشن بتتجمع حواليه فلو قلت له الانزيم سيستم بتاعي قوي مش كل البنزين مره ثانيه تيجي المطبخ فاش تتجمع حواليه ده اللي ما حسش بحاجه اصلا لكن لو الانزيم سيستم ضعيف ده اللي بيعمل سيستم بسرعه اعلى
الموضوع اللي عليه دور النهارده يا شباب حاجه اسمها سي بي انترايتس. كلمه سي بي انترايتس او انتستاينال سي بي، هو ليه لما اجي اتكلم عن الجي اي تي دايما اقول انتستاينال سي بي؟ كلمه انترايتس معناها قبل كده انفلاميشن في السمول انتستين. ليه دايما بتكلم عن الانتستين؟ طب ليه ما يحصلش مثلا انا بشرب لبن كتير كتير سي بي؟ طب ليه ما يحصلش سي بي في الاورال جامد او سي بي في الفارس او سي بي في الاسطوانه او سي بي في الاستومك؟ ليه ما بيحصلش حاجه زي دي؟ تعالوا نفتكر كده، هو بدايه الرياكشن عندنا كان عباره عن ايه؟ ان الماكروفاج ياكل البكتيريا، دي بدايه اي رياكشن بتاع سي بي. طب بالنسبه للاورال جامد زي الفارس زي الاسطوانه مليانين الابتيريوم في اليوم بتاعتهم استراتيفايد سكويمك بكتيريا. يبقى احنا عندنا الوول متبطن بكتيريا كتير، يعني الماكروفاج ما بيقابلش البكتيريا اصلا. ادي الماكروفاج هنا والبكتيريا في اليومن. الابتيريوم ده يبقى الماكروفاج مش هيعرف يعدي منه، ينزل لليومن وفي نفس الوقت البكتيريا مش هتعرف تعدي منه تدخل للوول. يبقى فكره ان دول فيهم استراتيفايد سكويمر ابيثيليوم ده بيخلي الماكروفاج والبكتيريا ما يقابلوش بعض. طب مفيش حد عايز يقول لي طب احنا حالا قلنا ان الكاديشن ممكن يدمر عندنا الصن، قلنا الكلام ده من شويه، لان اللي كان طالع عندنا هو عباره عن كاديشن، يعني في كاديشن طالع مش البكتيريا لوحدها، الكاديشن فيها انزايم ممكن تدمر الابيثيليوم. لكن احنا بنتكلم عندنا يا شباب عن بيشن اللي البكتيريا داخله لاول مره او البكتيريا داخله لثاني مره بكتيريا لوحدها من غير كاديشن، فالكومن عندنا ان هي ما تقابلش الماكروفاج. طب لو وصلت عندنا البكتيريا دي للاستومك، الاستومك عندنا يا شباب فيه حاجتين، في ميوكوزا ميوسين كتير زائد ال HCl. ال HCl عندنا بيقلل القدره بتاع البكتيريا، الاسيديتي دي بتخلي البكتيريا ما تقدرش تعمل بنتريشن، ما تقدرش تدخل جوه الوول بتاع الاستومك. يبقى احنا عندنا دلوقتي موجود عندي حاجات تخلي البكتيريا ما تدخلش في الوول بتاع الاستومك، يعني البكتيريا دي ما بتقدرش ان هي تتقابل مع الماكروفاج، يعني مفيش مشكله حصلت. طب لما نيجي عند الانتستين، الانتستين مفيش اتش تي ال، مفيش عندنا البكتيريا طبقات كتير، ده هو ليه واحده بس، علشان كده بسهوله ممكن البكتيريا تدخل في الوول بتاع الانتستين. طب احنا قلنا ان المشكله بتبدا بالماكروفاج، يبقى معنى كده المنطقه اللي فيها ماكروفاج كتير هي اكتر منطقه بيحصل فيها مشاكل. المنطقه اللي في الانتستين مليانه ماكروفاج منطقه اسمها بيرنت باتش. يبقى بيرنت باتش اللي هي موجوده في اخر جزء في السمول انتستين عند الديرنال انيوم، هي دي المنطقه عندنا اللي دايما بنشوف فيها السي بي رياكشن. ارجع افكر ينفع في اي مكان في الانتستين، لكن اشهر مكان هو بيرنت باتش لان فيها ماكروفاج. طب تعالوا نشوف عندنا انواع الانتستين، ممكن برايمري ممكن سكندري. برايمري يعني البودي بتاعي بيشوف البكتيريا لاول مره لما دخل في الانتستين. طب هو ده غالبا بيكون التايب بتاع الاطفال الشايلد هود تايب. ليه؟ لان الكومن روت اوف انفكشن او الكومن ميثود ان يكون البيشنت ده شرب لبن مليان بكتيريا، والاطفال على الورق هم بالمفروض بيحبوا يشربوا لبن كتير، ففرصه الانفكشن بتاعتهم بتكون اعلى، ادي حاجه. طب لما دخلت البكتيريا عندنا للبودي لاول مره الرياكشن بيكون عامل ازاي؟ برايمري كومن يعني بنتيجه اكسجين ومعاه تي بي لينفانجايتس ومعاه تي بي لينفانجايتس. يبقى معنى كده هيتجوز هنا تيوبيركل ومع التيوبيركلز دي في انفلاميشن في الليمفاتيك بيتلز وانفلاميشن في الليمف نود كمان وجواها تيوبيركل. الليمف نود عندنا يا شباب بتاع الانتستن لما بيحصل فيها انفلاميشن الكبسول بتاعها ضعيف جدا بيتدمر بسهوله. بعد شويه يحصل له هيلينج باي فايبروز. يعني معنى كده ممكن الليمف نود بتاع الانتستين اللي هي اللي نزلت الليمف نود بسهوله قوي يتدمر الكبسول ويجي مكانه فايبروز. طب ما الفايبروز ده شبكهم الثلاثه في بعض عمل ادهيجن، فلو حصل ده وده رير ان هو يحصل، لكن لو حصل دي بنسميها تيتس ميزنتريكا. فكلمه تيتس ميزنتريكا معناها اللارج ماتت ليمف نود، يعني الليمف نود ده جواهم تيوبيركل كبروا شويه اتدمر الكبسول، وكلمه ماتت يعني اكبر يعني متصفين في بعض.
يبقى لو حصل عندنا ديستراكشن للكبسول بتاع الليمف نود بتاع الانتستين وبعد كده حصل فايبروز بينهم ادهيجن لزقوا في بعض بسميها تيبس ميزنتريكا يعني انلارجد ماتد ليمف نود. طب الفيس بتاع البيشنت اللي عنده فاينل تي في تلاقي اي فيس بتاع اي بيشنت عنده فاينل تي في يا جود فيس يا باد فيس. جود فيس المره الاقل لو سمول تيوبيركل فايبروز لو لارج ممكن كافيتي فورميشن او ديستروفيك كالسيفيكيشن ومعاه انكابسوليشن محوط عليها فايبروز. طب البكتيريا يا تموت يا تفضل دورمان يعني كامله. طب الجسم بتاعي حصل له اكواير منتل اميونيتي انكسر مناعه لفتره. طب باد فيس يعني سبريد بلاد سبريد والليمفاتيك سبريد ولوكال بس ولوكال ونيتشرال بس سبريد البرايمري مين الاشهر يا شباب؟ ليمفاتيك وبلاد سبريد. يبقى هو نفس الكلام تقريبا بتاع اي برايمري تي في من غير دي ان ايه. طب السكندري تي في عندنا يا شباب معناه ان البودي بتاعي بيشوف التي في الانفستن لتاني مره. طب ازاي يكون البودي عارفها وبيشوفها؟ جايز في انفكشن يعني واحد شرب لبن تاني فيه بكتيريا تي في ولكن في طريقه لسه قايلها من شويه سوالوج انفكتد سبيوتر كان عنده تي في الانفستن وطلع بيكح الكازيشن ده بدل ما يدق بره البودي بلعه تاني ودخل عندنا للانفستن. طب في حاله السكندري تي في الرياكشن يبقى تيوبيرتلز بس من غير لينفانجايتس ومن غير لينفاجينايتس. طب احنا لما نيجي نشوف التيوبيرتلز عندنا المفروض ان الرياكشن ياخد شكل من اثنين هم اكشوال مرحلتين حاجه بتحصل قبل حاجه نقلب الصفحه عشان الهايبر بليستيك هو اللي بيحصل الاول هناخد ترتيب الحاجات اللي بتحصل. في السكندري تي في عندنا يا شباب تيوبيرتلز بس من غير لينفاجينايتس ومن غير الانفاجينايت. ففي الاول بيحصل حاجه اسمها هايبر بليستيك تايب. كلمه هايبر بليستيك تايب يعني تبدا تتكون التيوبيرتل في المنطقه بتاعت بيرز باتش دي اللي هي سبيرنال اليوم. فمعنى كده هايبر بليستيك تيوبيرتل دي يعني بيجي مكروفاش كتير بيجي لمفوسايت كتير السكندري يعني بيجي نوتروفيل كتير. يبقى معنى كده بقى في سيلز كتير هنا علشان كده بنسميه هايبر بليستيك تايب. تيوبيرتلز موجوده عندنا في الهول يبقى الهول ثيك واليومن ماو. واخد بالي ان احيانا المريض ده باجي اضغط من بره كده على الابدومين احس التيوبيركل بيجي في المنطقه بتاعت الرايت اليا فوسفا اللي هي الاليوسيكا ريجون منطقه التيرمينال اليوم دي مكان وجود بيرز باتش ممكن اضغط عليها من بره الاقي بالبابول رايت اليا كمان بالبابول يعني حاسه بايدي من بره. طب احنا متفقين ده سكندري تي في يعني التيوبيركل عندنا يا شباب يبدا الكنديشن بتاعها كتير والفايبروز قليل يعني ممكن بعد شويه الاقي ان الميوكوزا اتدمرت وبدا الكاديشن يطلع لليومن. طب هي الميوكوزا بتاع اي اورجن لما بتتدمر دي بسميها ايه؟ ديسكونتينيتوس كيلكم ميوكوس ممبرين ارثر. يبقى معنى كده ممكن التيوبيركل يطلع منها الكاديشن ده يقطع الميوكوزا يبقى عمل عندي النوع اللي فات اللي هو ارثر ستايل الصفحه اللي فاتت نرجع ليه ارثر ستايل. يبقى في الاول بدا تيوبيرتل بكتير بين وول هايبرتريشن بعد شويه الكريشن بتاعها هيدمر الوول يعمل ارتريشن. طب لو انا اخدت الجزء ده من الانتستن وحاولت ان اكبره شويه كده علشان اشوف المشاكل اللي هتحصل مبدئيا عندنا يا شباب الانتستن هنا بقى جواها تيوبيرتل بكتير التيوبيرتل دي بدا يطلع منها كارديشن لان الفيبروزس مش كامل فالكاديشن ده هيبدا في المنطقه دي تبقى مليانه كاديشن لغايه ما بيحصل عندنا ان في منطقه بس تتفتح او تتقطع كده تلاقي كل الكاديشن عدى منها ودخل في اليوم بتاع الانفستن. يبقى دي المنطقه بتاع الكاديشن بدات عندها تضغط على الميوكوزا لغايه ما في جزء يتقطع فالكاديشن يطلع يدخل جوه اليوم بتاع الانفستن. لما نيجي نتكلم على الالتر اللي هي الجزء المقطوع ده في اي ألتر هتقابلنا طول السنه هعمل كومنت على ست حاجات. هعمل كومنت على السايز والشيل واتش ومارجن وفلور وبيت. ده في اي ألتر هتقابلنا على مدار السنه. اول حاجه السايز. السايز فاليو يعني التيوبيركل انا مش عارف هما التيوبيركلز قد ايه 2 3 4 10 كل ما يزيد التيوبيركل عندنا يا شباب كل ما يدبره حته اكبر. ادي حاجه. الحاجه الثانيه الشيل.
اكثر. لو انا جيت اشوف الانفستمنت في كات سيكشن، هي المشكلة عندنا حصلت ان في تيوبات موجودين في بير بلاتش قطعوا الميوكوزا اللي فوقهم. طب التيوبات انت اصلا موجودة في بير بلاتش، هي بير بلاتش شكلها عامل ازاي؟ بير بلاتش دي منطقة واخدة زي حلقة كده في الانفست، يعني انت في تيوبيركلز هنا وهنا، في تيوبيركلز في كل المحيط بتاع الانفست، يعني معنى كده الميوكوزا هتتدمر في كل الانفست. يعني لو انا فتحت الانفست دي longitudinal section عشان ابص عليها الاقي المنطقه اللي متدمره واخده الانسيستم بالكامل كده بالعرض، يبقى كان في حزام جيرد اكثر او ترانسفيرد اكثر، يعني في جزء من الانسيستم عندنا شباب حلقه او حزام كده جوه الانسيستم متدمر الميوكوزا بتاعتها، دي المنطقه بتاعت فيرز باتش. وطبعا يقول لك ان هي حزام كده يعني هي متعامده على الانسيستم، يعني الاكسس بتاعها عمودي على الانسيستم. هو من الموضوع على فيزيكس يعني ايه موضوع الاجهزه العضليه وما اعرفش ايه، علشان خاطر في اثر هتقابلنا في الترم الثاني اسمها السيفويد اثر. كل حاجه في السيفويد اثر هي شبه السي في باستثناء ان هي بالطول لونجيتيودنال، يعني موجه للاجهزه بتاع الترم، يبقى دي السي في لكن دي السيفويد بتاع الترم الثاني باذن الله. عشان كده الاثنين دول بس اللي هقول عليهم اجهز او هعمل كومنت على الاجهز بتاعهم، يعني انت الانفستمنت بالطول ولا بالعرض؟ لانهم شبه بعض قوي، لو بالعرض ترانسفيرس او جيردن دي السي في الكر، لو بالطول كده جوه الانفستمنت دي اسمها تايفويد الكر. واضح شباب؟ طب كلمه المارجن يعني المنطقه اللي متدمره دي شكلها منتظمه ريجولار ولا ايريجولار؟ اكيد طبعا اي الكر يعني مش متدمر، يعني المارجن بتاعها هتكون ايه؟ الريجولار مش منتظمه. في كل الالكر اللي قابلنا على مدار السنه. طب بعد كده عندنا كلمة اتش، اتش يعني الالتر دي بتزيد ولا بتوسع؟ أنا عندي الالتر دي لو جيت أبص عليها في تحت تيوبيركلز كتير، فبتبقى المنطقة اللي متدمرة فوقهم منطقة كبيرة، لكن مجرد بس ما بيتقطع جزء صغير كل الكاديشن بيعدي منه، علشان كده الاتش هنا بسميها أندرمايند اتش. كلمة أندرمايند يعني هي ضيقة ناحية اليومن ولكنها واسعة ناحية البيز بتاع الالتر. يعني كل ما ادخل في الوول كده هلاقي في تيوبيركلز اكتر، كالسيشن كتير مدمر منطقه كبيره. طب كلمه فلور يعني ايه؟ التشو اللي متدمر ده او الاثر دي ايه اللي موجود جواها كده؟ هو الطبيعي ان ايه اللي جوه الاثر عندنا يا شباب؟ النكروزس بقايا من التشو اللي متدمر، يبقى اي اثر هتقابلنا طول السنه هقول على الفلور بتاعتها جواها نكروزس. بس السؤال هو هنا نوع النكروزس ايه؟ كالسيشن، يبقى اقول نيكروتيك او كالسيتي، يعني فيها يلو كالسيشن او يلو نيكروز. طب بالنسبه للبيز، كلمه بيز عندنا يا شباب يعني المنطقه اللي تحت الالكر. اكيد في اي مكان هيقابلنا احسن من نفس الكلمه برضه، هي عباره عن ايه؟ بما ان الاستراكشر في الحته دي بس، والحته اللي تحتها اللي هي البيز ما اتدمرتش، يبقى اكيد المنطقه دي اللي هي البيز جامده انديوريتد، لانها لو كانت ضعيفه كانت اتدمرت هي كمان. يبقى اي اثر هتقابلنا على مدار السنه اقول لك الحته اللي تحتها عامله ازاي، تقول لي جامده انديوريتد، لانها لو ضعيفه كانت اتدمرت هي كمان. جامده ليه؟ ده هيختلف من جديد للتاني. يعني مثلا عندنا النهارده جامده ليه؟ عشان في شويه فايبروزز اللي هم بتوع التي في باذن الله لما اجي اتكلم عن الهارديز. جامده ليه؟ عشان في شويه اوفر بتاع البوتاسيوم. طب لما اجي اتكلم على التيومر الالسر اللي تحته جامده ليه؟ عشان فيها ورم، فيها سرطان، فيها تيومر. لكن الاساس معنى ان هي وصلنا بالدستراكشن لغايه هنا وبس، الحته دي ما اتدمرتش عندنا يا شباب لان هي جامده، يعني انديوريتد. واضح يا شباب؟ طبعا لما يجي يقول لك في امتحان وشوت للالسر تحت الميكروسكوب، الالسر يعني انت فاضي شباب الحته اتدمرت، يبقى انا لما اجي اوصف هوصف مين؟ البيز الحته اللي تحتها سبب المشكله. يبقى لما يجي يقول لي في الامتحان يتكلم على الميكروسكوبك اكزامينيشن بتاع الالسر، يبقى انا اوصف الجزء اللي تحتها عندنا يا شباب اللي هي التيوبيركلز اللي موجود. واضح يا شباب؟ مفهوم الكلام ده؟ لما يجي يقول لي توصيف الالسر، مش الالسر دي يعني حته فاضيه. صح، روض ايه فيها؟ الجزء اللي تحتها، طب الجزء اللي تحتها ده دي ايه؟ هي اصلا سبب المشكله التيوبيركلز، روض التيوبيركلز. تمام؟ بالنسبه للكومبليكيشن عندنا يا شباب اخر حاجه في النهارده الكومبليكيشن بتاعت السكندري انسبايرد تي في زيها زي ايه سكندري تي في؟ ان السبريد عندنا يا شباب كان كام طريقه؟
اربع طرق ممكن بلاد والانفكت سبريد ودول رير، لكن في عندنا حاجتين كمان لوكال ونيتشرال باسج. لوكال ده يعني تنقل الاورجن جنبها، يعني تدمر الوول بتاع الانتستين وتنقل البريتونيوم، يعني تعمل بروتوكايت زي ما كان النار تنقل في اللورا في غير اللورا. غير كده كنت بقول في فيتل في اوعيه دمويه بتتدمر في النار بيحصل موف اوف الانتستين برضه بيحصل هيموريدج نفس الكلام. غير كده كمان يا شباب احنا عندنا في اي سكندري تي في ممكن يحصل بسببها سكندري اميلودوزس او سبريس ألسر او فايبروزس. طب فايبروزس في اي اورجن بيخلي حجمه اللي يحصل له يكش او يصغر، يعني ممكن الانتستن دي نتيجه ان فيها جزء بقى فيه فايبروزس يحصل فيها سكينوزس يعني تضيق شويه او ممكن اوبستراكشن يعني تتقفل خالص. اخر حاجه عندنا لازم نركز فيها هو احنا قلنا دلوقتي ان في فايبروزس بيخلي المنطقه اللي تحت الاسفل جامده شويه. طب تعالى نتخيل كده ان الفايبروزس ده اتدمر هو كمان، يبقى معنى كده حصل بيرفوريشن، يعني اصبحت عندنا الالسر دي من جوه هنا مفتوحه على اليومن بتاع الاندستن ومن بره هنا متوصله للبريتونيوم مفتوحه على البريتونيوم. هي حاجه مفتوحه من ناحيتين بنسميها ايه؟ اسفل. هو ده ليه ان هو يحصل عشان الفايبروزس، بس لو حصل دي مشكله كبيره جدا لان في جوه الانتستين هنا ستول او فيسز. في الحاله دي هيبدا الستول اللي جوه الانتستين ينزل للبروتونيوم بنسميها فيكال فيسترا. وطبعا الستول ده لما ينزل للبروتونيوم ده بيعمل فيسترا بروتونيوم ممكن يموت في 3 ساعات. علشان كده لازم لو ده حصل في اللحظه دي تدخل جراحي بسرعه جدا وبيحصل عندنا سيرجري نغير الجزء اللي حصل له بالفريشن ده نعمل له ستيتش علشان خاطر تتقفل الفيسترا. واضح يا شباب؟ مفهوم الكلام ده؟ كمل الحصة الجاية بإذن الله.